تأكيداً على تحقيق مطالبهم المتمثلة بإسقاط هيئة تحرير الشام الإرهابية جبهة النصرة سابقاً وزعيمها المدعو أبو محمد الجولاني. تتواصل التظاهرات الرافضة للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها الهيئة بحق المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا. المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن العشرات خرجوا بمظاهرات حاشدة في مدينتي بنش وأرمناز بريف إدلب للمطالبة بإسقاط هيئة تحرير الشام الإرهابية وزعيمها الجولاني والإفراج عن المختطفين والمغيبين قسرا في سجونها. كما عبر المحتجون خلال التظاهرات عن رفضهم للانتهاكات والجرائم التي تمارسها الهيئة بحق المدنيين وإعادة العلاقات بين النظام التركي والحكومة السورية. ويأتي ذلك فيما يتواصل التصعيد العسكري في شمال غرب سوريا، حيث أفادت مصادر محلية بإصابة 3 مدنيين بينهم طفل جراء قصف نفذته قوات الحكومة السورية ب15 قذيفة مدفعية طالت الإحياء السكنية في مدينة جسر الشغور بريف إدلب. وسبق ذلك بساعات تعرض قوات الحكومة في وادي كيلز بجبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي لهجوم من قبل عناصر هيئة تحرير الشام الإرهابية، ما أسفر عن أضرار مادية. ويوم الاثنين أصيب 3 عناصر وأسر 2 آخران من قوات الحكومة السورية بعد هجوم شنه عناصر النصرة على مواقع الأخيرة في محور كباشين بريف حلب الغربي. وتشهد مناطق شمال غرب سوريا بين الفينة والأخرى قصفاً وهجمات متبادلة بين الأطراف المتحاربة، ما يسفر غالباً عن سقوط خسائر بشرية إلى جانب أضرار مادية كبيرة في ممتلكات المدنيين هناك. من ألمانيا أرحب بقاسم الحريري رئيس المجلس السوري الموحد للبناء وعسكري سابق. أستاذ قاسم مساء الخير. مساء الخيرات، شكرا جزيلا، شكرا على الاستضافه. شكرا. استقراءك العسكري لهذه العمليات التي تشنها النصره مؤخرا ومفاعيله على ارض الواقع. هلا بالنسبه اول شيء خلينا نتكلم شوي عن تركيب جبهه النصره. التركيبه عند الجبهه دائما او عند الجماعات الاسلاميه، طبعا اليوم شوي تعبان صوتي شوي رايح طبعا. عليك العافيه. الله يعافيك، شكرا لك. هناك عده امراء، كل امير له وظيفه. مثلا عندك امير المالي، امير لغسيل الدماغ والتفخيخ، يعني امير الجماعات، امير التفخيخ، يعني كل شخص له وظيفه. هم منظمين، يعني منظمين اكثر من تنقل فصائل الجيش السوري الحر بذات نفسه. هم منظمين لان عندهم طريقه كيف ينظموا امورهم، كيف يتحركوا، كيف يعني يستهدفوا الشخصيات، ومن يعني يعرضهم بشكل عام. بالنسبه للهجوم من قبل جبهه النصره للمراكز الحكوميه للمعارضه او للجيش الحر بشكل عام او لمقراتهم، هي لها طابع سياسي ولها اجنده. يعني هجمات النصره كانت على حواجز تتبع للقوات الحكوميه. لا، قصدك القوات الحكوميه، عفوا. نعم، تفضل. نعم، يعني هالهجمات بالنسبه لجبهه النصره الحواجز الحكوميه، هذا بعد المظاهرات التي خرجت يعني من قبل ان في الشمال السوري في مناطق المسيطر عليها جماعه جبهه النصره او الجولاني بمعنى الكلام. هم اللي اعطوا طابع لانهم هم ضد النظام، بس حتى يخفف من حالهم ضغط، يعني بسموه جلسه نبض بمعنى الكلام، يعني ضغط ابر حتى يقال انه نحن نحارب النظام، بس بالعرض الواقع هم يعني صار لهم فترة طويلة لم يفتحوا هجمات على النظام بشكل عام. واكيد خلال هذا الهجوم، هذا يقف وراء هذا الهجوم هي اجندات خارجية، يعني مثلا قالت لهم اجوا انتم حتى يكون في ذريعة للنظام بنفس الوقت، يعني حتى يكون له ذريعة حتى يقطع اهلنا في الشمال السوري، حتى يحاول ان يقطع مناطق الشمال السوري من عندما يعني من المناطق التي ياتي من قبل الجبهة عليه قصف مع الكلام. يعني كمان نفس الوقت هي لها ابعاد سياسية لدى الاطراف. أكيد هناك يوجد يعني طرف آخر يحرك الجبهة حتى تجاه النظام، وهناك يوجد كمان طرف مستفيد من هذا الحراك. طيب، أثرت العديد من النقاط. لو نعم. بدأنا من آخر نقطة، أنت تقول بأن النصرة تشن هذا الهجوم بسبب موضوع المظاهرات القائم ضدها، يعني هل تريد النصرة من خلال هذا الهجوم إسكات الشارع المنتفض ضدها؟ هو اكيد بعد المظاهرات اللي تخرج الان في بنش في ادلب بالذات،
يعني تريد أن تمتص غضب الناس حتى يقال نحن معاكم نحن ضد النظام، وبنفس الوقت حتى يعني تعطي ذريعة للنظام وأتباع نظام المنطقة. هناك يوجد ميليشيات، مثلا يوجد جماعة إسلامية يجب محاربته حتى يكون له ذريعة أن يدخل الشمال السوري. حجة هذا القصف أو حجة هذا الضرب ضده، ضد الحواجز المتواجدة جنوب يعني الشمال السوري، الشمال شمال غرب مثلا، يعني المنطقة المحاذية ما بين الشمال السوري والمناطق المسيطرة عليها النظام بشكل عام. طيب إذا الهدف، أحد أهداف النصرة من التصعيد، أولا إسكات الشارع المنتفض ضدها، ثانيا نعم، إعطاء مبرر للقوات الحكومية للقيام بعمل عسكري في المناطق التي تسيطر عليها الهيئة. نعم. هذا ما تريد أن تقوله؟ نعم، هو هذا الواقع. تريد الهيئة مص غضب يعني الناس بمعنى الكلام، امتصاص هذا الغضب الذي يجري الآن في الشمال السوري ضدها، حتى تقال يعني أمام يعني المظاهرات التي تقوم ضدها نحن من نحارب النظام، نحن غير نختلف عن بعضنا، مثلا في منطقة عفرين، في منطقة الباب بحلب، أنه يعني مثلا فصائل الجيش السوري الحر أو الجيش الوطني بمعنى الكلام له نظرة تختلف عن النظرة التي تجري في الشمال السوري، في الشمال الغربي في إدلب. نحن نحارب ليس كغيرنا نام ومجرد كلام وأخبار، حتى يوصل الصورة نحن الأصح في الشمال السوري، وليس فقط بإدلب بل على مستوى الشمال السوري. يريد وجه رسائل للجميع، نحن من نتحرك والزمام الأمور بيدنا، نحن من نفتح الجبهات ونحن من نهيج الجبهات، ونفس الوقت حتى تعطي ذريع للنظام بالاتفاق يعني ما بين يعني الأمراء في المنطقة، يكون له ذريع حتى يقصف الشمال السوري ويقتحم الشمال السوري، كان هو والإيرانيين والمشي حزب الله ومن قبل الروس الطيران الحربي للروس، حتى يكون في ذريعة للقصف في المناطق الشمالية بحجة هذا الهجوم ضده من قبل جبهة النصرة. يعني في مصالح بالموضوع مشتركة، مصالح في الموضوع مشتركة. يعني أنت تريد أن تقول أيضا أستاذ قاسم بأنه هذا التصعيد من جانب النصرة أيضا له دور بالحديث عن تفاهمات سياسية في هذا التوقيت بين دمشق وأنقرة، هذا ما تريد أن تقوله؟ طبعا أستاذ، بالنسبة لتركيا أكيد هي مستفيدة من هذا الحراك حتى يتم التضايق من قبل النظام على المدنيين، حتى يعني يرضخوا لعملية التطبيع، يعني لابد يكون في حجة هناك أو يوجد ذخرة حتى النظام يحارب عن خلالها ويقصف المدنيين. من هم؟ جبهة النصرة. جبهة النصرة تعطي حجة لهذا النظام وغطاء لهذا النظام حتى يحارب ويقصف، وحتى يعطوا غطاء لتركيا أن تطبع مع النظام وتبعمل التطبيع عن خلال هذا الضرب، أنه ما راح يقف هذا القصف والضرب إلا عن خلال التطبيع. يعني أكيد هناك يوجد جهات مستفيدة ويوجد أجندة من الخارج تحرك هذا الموضوع حتى يتم التطبيع مع تركيا والنظام وإيران وراء يعني هذا الحدث. طيب، وأتباع إيران في المنطقة. يعني البعض شاهد مشاهد الفيديو التي بثتها النصرة وكيف تحدثوا أنهم أسروا عنصرين للقوات الحكومية دون أن يطلقوا رصاصة واحدة، بالتالي الموضوع برمته هو عملية دعائية؟ دائما إعلام الجبهة أو إعلام النظام أنا أعتبره إعلام مفبرك. لماذا؟ عندما يأسروا عدد عناصر من قبل النظام بمعنى الكلام وبدون أي إطلاق نار، هناك يوجد معناها اتفاق أنه يعني مثلا اتفاق على تسليم هؤلاء العناصر حتى يعطوا ذريع لنفسهم هم من يحرروا، وبنفس الوقت حتى يفرجوا أنه العناصر يستسلموا في هذه السهولة أمام الجماعة الإسلامية حتى يمتصوا غضب الشمال السوري والغضب الشعب السوري المقيم في الشمال السوري ضد جبهة النصرة الذي الآن يتظاهرون ضدهم. كمان هذه أحد الحالات، يعني حالة نفسية، حالة عسكرية، ومنطقة يعني إعلامية وسياسية لها رسائل عديدة، والكل مستفيد في هذه الانطلاقة. نظام مستفيد، وإيران مستفيدة، وحزب الله مستفيد، وروسيا مستفيدة، وتركيا مستفيدة، الكل مستفيد. الجميع استفاد من هذه العملية البسيطة؟ الكل يستفيد، لأنه يريد أي ذخرة أو أي طريقة حتى يتم الهجوم على الشمال السوري إلا عن خلال الإسلاميين، حتى يقال نحن نحارب الإرهاب أمام المجتمع الدولي. هذه الرسالة. طيب، النصرة بررت العمل العسكري بأنه انتقاما للمدنيين بعد شن القوات الحكومية هجمات أدت لوقوع ضحايا. هلا دائما يعني أمر طبيعي، النصرة في موقع
حساس جدا اللي هو الشمال السوري. الشمال السوري من هم؟ هم من لم يخضعوا للنظام وللمصالحات، ومن تهجروا من قرى وأرياف سوريا ومدن سوريا إلى الشمال السوري. في هذا المكان محور، في هذا المكان كلهم معارضين من الشمال السوري الغربي الشرقي وصولا إلى شرق الفرات، حتى يعني بهذا المكان تريد، لأن هي تحاصرت. يعني نعرف المظاهرات التي تقوم ضدها لا يوجد أي رفع سلاح ضد النصرة بل أصوات، وهذا الذي يذبح جوة النصرة، أنه لا يوجد حراك مسلح ضدها تريد أن تعمل أي شيء لأنها تحاصرت في هذه المنطقة. غير هذا لا تريد أن تفعل، يعني حتى يعني لا عندها استطاعة أن تواجه المدنيين بالسلاح. أرادت أن تفتح جبهة، يعني كان نسميها مثل حرب، يعني مثل القصف الإيراني أو حزب الله لدى إسرائيل، حرب مسرحيات وكلام، وإيران وجبهة النصرة وحزب الله كلامهم في خندق واحد، يعني هم متخرجين من نفس المدرسة ونفس الكلية في عملية التمثيل، يعني كيف طريقة عملية إدارة الدراما بمعنى الكلام لدى هذه الجماعات. طيب إلى أي مدى برأيك قد تنطلي كما تقول أهداف النصرة من وراء التصعيد العسكري ضد القوات الحكومية من إسكات للشارع المنتفض؟ إلى أي مدى قد تنطلي هذه العمليات الدعائية على الشارع برأيك؟ هذه ليست بيد النصرة، هذه بيد النظام. إذا النظام استمر بالعمليات العسكرية، جبهة النصرة سوف تستمر. إذا وقف النظام هي سوف توقف، لأن أكيد هناك يوجد يعني عامل مشترك بين الأطراف. لماذا؟ لأن المدنيين حكيناها أكثر مرة أن هناك يريد يعني النظام ويريد أتباع النظام في المنطقة وجبهة النصرة بشكل عام إخماد هذا الحراك بأي طريقة. الرافض وجود النصرة ووجود الإسلاميين ووجود عملاء النظام والنظام في المنطقة، هناك يوجد رفض شعبي من قبل المقيم في الشمال السوري. إذا النظام قال للجبهة اقفي توقف، وإذا قال تحركي تحركي. لذلك لا أتوقع أنه شيء ينفتح ويأتي على طبق من ذهب للنظام ويقول لا، لأنه يريد أن يتحرك بأي طريقة من الطرق. ورأيناك ماذا يفعل في التلبيسة، في حمص، حمص منطقة التلبيسة، المصالحات في درعا كذلك، يريد أن يخنق الشارع السوري. لم يتبقى أمامه للشمال السوري كيف تسيطر على الحدود، كيف تفتح المعابر، إلا عن طريق الهجمات التي تأتي ضده من قبل جبهة النصرة، وهذا يعني ذريع له أن يتحرك. طيب، حتى يفتح المعابر والتطبيع ولعدة أمور وأبعاد سياسية في المنطقة. حول مستقبل التظاهرات اليوم التي تطالب بإفراج عن المعتقلين والمغيبين في سجون الهيئة وأسقاط الجولاني، ما مستقبل هذا الحراك؟ إلى أين سيتجه؟ أنا حسب ما علمت اليوم هناك يوجد حراك غدا ويوم الجمعة، حراك راح يكون قوي على مستوى يعني عالي في الشمال السوري، حتى يضغطوا على الجولاني وهيئة تحرير الشام حتى يخرجوا كل المعتقلين من سجون هذا الشخص هو الجولاني، لأنه سجون الجولاني ولا سجون النظام كلاهما واحد، هنا معتقلين وهنا معتقلين، هنا تعذيب وهنا تعذيب. بس دائما هذه الجماعات يعني بمعنى الكلام خلينا نفسرها بطريقة يعني مفهومة لدى الجميع، دائما يأخذوا شيء من الدين، ولكن الدين يقول فيه تسامح وفيه يسر وليس عسر. عندما يعني نرى مثلا شخص مثلا مسك مع امرأة، يقول رب العالمين لا أحد يرمي من المحصنات، لأنه يجب أن يكون في أربع شهود، يعني معناها أنه باب التسامح موجود، لأنه لا يوجد جريمة عليها أربع شهود في مثل هذه الجرائم الأخلاقية. مع الكلام مثلا مع الكلام نتكلم لا يوجد، لأنه ربما يقال أربع شهود، لذلك حتى يكون في ذريعة للتسامح لهذا الإنسان أن يتوب. لكن هذه الجماعة السامية تأخذ من هذه الكلمات وهذه العناوين من الدين الإسلامي تطبقوها في مشروعها الإسلامي، حتى يعني تخوف الناس في الشمال السوري بمعنى الكلام بأشياء ليس لها وجود على أرض الواقع. طيب، هاي التبعية للجماعة الإسلامية. شكرا لك على كل هذه الإيضاحات في نهاية الوقت المخصص. من ألمانيا قاسم الحريري، رئيس المجلس السوري الموحد للبناء وعسكري سابق، شكرا لك.